اهلا وسهلا بكم في نصار جروب. فيه بأس شديد ومنافع للناس. كلامنا النهارده هيكون عن المعدن اللي ربنا فضل بيه سيدنا داود عليه السلام بقول الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. صدق الله العظيم. الحديد يعتبر من أكتر المعادن الموجودة وبتستخدم على وجه الأرض، وارتبط ذكره في القرآن الكريم بالعمل والرزق والحماية، لأنه أنعم على سيدنا داود بنعمة تشغيل وتشكيل الحديد علشان يصنع منه دروع يستخدمها في الحروب ويبيع منها علشان يكسب. وطبعا الحديد وخصوصا الحديد المصري هو المادة الخام الأساسية لكل منتجات نصار جروب، زي الأسلاك والأسوار والمسامير الألاوز والصلب والصامولة وأسلاك اللحام والستيل فايبر ومنتجات تانية كتير. أنا ريان فتحي اللو، عضو مجلس إدارة نصار جروب. هناخد فاصل ونرجع تاني. الحديد موجود في كل حاجة حوالينا، ومش بس حوالينا، ده كمان في جسمنا. كمية خام الحديد اللي موجودة في الأرض حوالي 800 مليار طن، وموجود فيها حوالي 230 مليار طن من الحديد، وده معناه إنه بيحتل المركز الثاني كأكتر معدن موجود على الأرض بعد الألومنيوم. وعنصر الحديد يعتبر من أكتر 5 عناصر موجودة، وبيحتل المركز الرابع بعد الأكسجين والسيليكون والألومنيوم، والخامس هو الكالسيوم. ما بين كل المعادن اللي بنستخدمها دلوقتي 95% منها هو الحديد، ومعظمه بيستخدم لتصنيع الستيل او الصلب. اكيد كل واحد فينا كان متخيل خام الحديد واستخراجه بطريقه مختلفه. انا مثلا كنت فاكره انه قريب من الذهب وموجود في الصخور وبنكسرها علشان نفصل الحديد منها، لكن الحديد الخام طلع مختلف شويه، وطلع عباره عن حجر وغالبا لونه احمر، ودي مش صدفه. اللون الاحمر دوت نتيجه لتفاعل الحديد مع الاكسجين اللي هو لون الصدى. وحاجه مهمه جدا هو ان لون الدم احمر لنفس السبب، لان البروتين اللي بينقل الاكسجين لجميع اعضاء الجسم بيكون متكون من الحديد، وبكده الحديد مع الاكسجين بيكون لونهم احمر. اما لون الدم الاخطبوط بيكون لون ازرق علشان البروتين اللي بينقل الاكسجين في جسمه بيكون لونه ازرق. زمان لما اكتشفوا خام الحديد كان كل فكرتهم انهم يولعوه مع الفحم ولايم في فرن او بلومري من الطين على درجة حرارة عالية جدا لساعات طويلة علشان يطروه ويقدروا يشكلوه زي ما هم عايزين بطريقة البلاك سميث. الحديد اللي كان بيطلع بالطريقة دي كان اسمه رات ايرون، كان طري وتشكيله سهل بس كان اضعف من النحاس والبرونز، واكيد ما كانتش فكرة حلوة انك تصنع بيه سلاح وممكن عدوك يكون السلاح بتاعه اقوى علشان معمول من البرونز. البلاك سميث اكتشفوا انك لما بتسخن الحديد وانت شغال بتقوي السطح، وكمان لو بردته في المية بسرعة هيكون افضل من انك تسيبه يبرد في الهواء، والطريقة دي كانت اسمها كوينشنج. وكمان بعد كده بيسخنوه في درجة حرارة اهدى علشان يقوي السطح اكتر. الطريقة دي كانت كويسة جدا لتقوية الحديد، بس كانت بتقوي السطح بس، فكانوا لو عايزين حاجة قوية كانوا بيشكلوا شرايح رفيعة ويسخنوها وبعد كده يبططوها مع بعض، ده كان بيوصلهم لحديد اقوى، والطريقه دي كانت اسمها باترن ويلدنج. كل الطرق دي كانت بطيئه جدا، فكانوا محتاجين فران اكبر بكتير، وكانوا بيبنوها عند الانهار علشان يبنوا ساقيه تساعدهم في دخول الهواء في الفران لصهر خام الحديد على درجه حراره عاليه جدا ووقت اطول بكتير. الفرن دوت كان اسمه بلاست فورنس. لما استخدموا الفران ديت حصل حاجه غريبه جدا للحديد بسبب درجه الحراره العاليه والوقت الطويل، وهي ان الحديد بدا يسيح، ولما كان بيبرد ويحاولوا يستخدموه بنفس طريقه البلاك سميث كان بيتكسر منهم، لانه كان ناشف جدا مش زي الرات ايرون، وما كانوش عارفين يعملوا بيه ايه. ومع الوقت اكتشفوا انهم ممكن يعملوا حاجه بالمعدن السايح ده، وهو انهم يصبوه، وبكده ظهر حديد الصبق او الكاست ايرون. بعد كده كانوا محتاجين طريقة علشان يطروه شوية، واكتشفوا انهم لو سخنوا الحديد السائل هيوصلوا لحديد قطرة، وهو دوت الحديد الصلب او الستيل. بس كانوا بيعملوا كده بطريقة بدائية وبطيئة ومرهقة جدا عن طريق استخدام البادلينج فيرنس، وكانوا بيحطوا الحديد السائل في فرن بس في جزء منفصل عن الفحم،
وكانوا بيقعدوا يقلبوه كتير علشان يطروه. المرحلة دي كانت اسمها ريفايننج. خلال كل الفترة دي الوصول لأنواع الحديد المختلفة كانت صدفة، ومحدش كان فاهم ايه اللي بيحصل للحديد وايه اللي بيختلف في كل مرحلة. هل كل ما بيسخنوه بيبقى أنقى، ولا هل في حاجة بتختلف في الخواص الكيميائية بتاعته، ولا هل في حاجة بتدخل فيه من الهواء أو الفحم، أو في حاجة بتخرج منه؟ محدش كان عارف ايه اللي بيحصل. الأسئلة دي كان ليها إجابات كتير، وأهم إجابة كانت في القرن الـ18 من عالم كيميائي فرنسي اسمه ريامور. عمل تحاليل كتير على الحديد الصلب واكتشف انه مش حديد نقي، وان في حاجة بتدخل في الحديد هي اللي بتعمل فيه كل ده. وسنة 1786 تلات علماء فرنسيين اكتشفوا العنصر اللي بيأثر في الحديد. العنصر ده هو الكربون. الكربون هو العنصر اللي بيطلع من الفحم مع التسخين وبيدخل في الحديد وبيزود صلابته. وكل ما كان نسبة الكربون اعلى كل ما كان الحديد صلب اكتر، بمعنى اكتر ان الروت ايرون نسبة الكربون فيه لا تتعدى 1% من 10%، والكاست ايرون بيكون اكتر من 2%، والحديد الصلب اللي بيكون هو اللي في النص نسبة الكربون بتكون من 1% من 10% لـ 2%. فلما كانوا بيسخنوا بطريقة البلاك سميث كان الكربون بيدخل في الحديد، ولما كانوا بيسخنوه جامد لحد ما يسيح كان بيدخل كربون اكتر في الحديد، والريفايننج بروسيس كانت بتخرج كربون من الحديد. كل الخطوات دي كانت برضو بطيئة جدا، ومش عملية انها توصلنا للتطور اللي احنا فيه دلوقتي، لانهم كانوا ممكن ياخدوا اسابيع علشان يحولوا الكاست ايرون للستيل، وكانوا محتاجين طريقة اسرع. لحد سنة 1850 لما فكر الانجليزي هنري باسمر في حل المشكلة دي، وقال اننا بكل بساطة محتاجين هواء كتير في مرحلة الريفايننج علشان نقدر ننتج كمية اكبر من حديد الصلب، واخترع الباسمر كونفرتر، وده عبارة عن فرن كبير وبيتحط فيه الحديد السائل وبيبدأ يدخل هواء من تحت قوي جدا وبيوصل لدرجة حرارة عالية جدا جدا. الطريقة دي كانت بتخرج الكربون من الحديد في حوالي 20 دقيقة، بعد ما كانت بتاخد أسابيع. والحديد الصلب اللي كان تكلفته وإنتاجه غالية جدا، طريقة البسمر نزلت سعره بنسبة 80%، ودي كانت أهم خطوة في إنتاج الحديد الصلب، والوصلت البشرية لإنتاج كميات مهولة وبسهولة. وبكده سعر الحديد بقى أرخص وبقى بيستخدم بنطاق واسع في جميع الصناعات، ودي طبعا كانت خطوة البداية للثروة الصناعية. من غير الحديد الصلب أو الستيل ما كانش هيكون فيه الحياة المتطورة اللي احنا فيها دلوقتي. ما كانش هيبقى فيه المباني الضخمة ولا العربيات ولا الطيارات ولا القطارات اللي في كل حتة دلوقتي، ولا كان هيبقى فيه الأجهزة والمعدات والمكن اللي حوالينا، ولا حتى البنية التحتية القوية. وعلشان كده الحديد الصلب بيحدد قوة اقتصاد الدول. صناعة الحديد والصلب في مصر بدأت في الـ40s عن طريق شركات خاصة، وهم الدلتا والأهلية والنحاس. كان هدفها استغلال الخردة الناتجة عن مخلفات الحرب العالمية الثانية. الصناعة دي بعدين شهدت تطور كبير جدا بعد ما دخلوا فيها أفران الصهر بالقوس الكهربائي ووحدات الصب المستمر. سنة 1948 بدأت مصلحة المناجم والمحاجر في مصر تدرس خامات الحديد في جبال البحر الأحمر، وسنة 1952 بدأت الدراسة في منطقة شرق أسوان، وبعدها قررت الحكومة المصرية بإنشاء شركة الحديد والصلب المصرية في التبين بحلوان في مايو 1954 بالاعتماد على خام أسوان، وده كان أول مصنع متكامل باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية وبمعدات من ألمانيا. بعد كده الشركة أضافت وطورت من نفسها وأنشأت مجمع الصلب اللي بدأ إنتاجه عام 1972 باستخدام نفس التكنولوجيا، وبلغت الطاقة الإنتاجية 1,000,000 طن في السنة في كافة الأشكال الطولية والمسطحة للصلب. وفي بداية الـ80s اتأسست شركة الأسكندرية الوطنية للحديد والصلب أو الدخيلة، وبعد كده تم تأسيس شركة السويس للصلب في المنطقة الصناعية بالسويس سنة 1997. مصانع الحديد والصلب في مصر ثلاث أنواع، وهي المصانع المتكاملة واللي بتنتج من خامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي، والمصانع النصف متكاملة واللي بتنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الأسفنجي، ومصانع درفلة الحديد واللي بتدعم إنتاج الحديد والصلب في الشكل النهائي. صناعة الحديد والصلب من الصناعات المهمة على مستوى العالم،
وده لأنها بتقوم بدور رئيسي في التنمية الشاملة لأي دولة، ده غير أنه في علاقة طردية بين كمية الحديد المستهلك والنمو الاقتصادي في الدولة، وكمان بيتقاس مدى تقدم الدول اقتصاديا بنصيب الفرد من الحديد. والدليل على ده أنه نصيب الفرد من الحديد في الدول المتقدمة بيزيد عن 750 كيلو جرام سنويا، لكن بيوصل ل 10 كيلو جرام فقط في الدول النامية. عندنا في مصر متوسط الاستهلاك السنوي للفرد سنة 2010 وصل ل 112 كيلو جرام، وزاد لحد ما وصلنا لسنة 2018 ل 120 كيلو جرام بزيادة 14.7%، وده معناه ان استهلاك الحديد للفرد بيزيد سنة ورا سنة، وده معناه ان قدرات البلد للتنمية والمشروعات بيزيد وبيكبر. إنتاج مصر من الحديد وصل سنة 2021 لأعلى مستوى ليه من 10 سنين ل 10 مليون و 300 ألف طن، ودي زيادة بنسبة 25% عن سنة 2020 اللي كانت 8 مليون و 200 ألف طن. وبكده مصر احتلت في التقرير الأخير لمنظمة الصلب العالمية المركز 20 في قائمة الدول المنتجة للحديد عالميا، والأولى أفريقيا والثالثة في الشرق الأوسط. وتذكر في التقرير ان شركة حديد عز احتلت المركز الاول افريقيا والثالث بمنطقة الشرق الاوسط في انتاج الحديد عن سنة 2021، واستحوذت شركة حديد عز على حصة وصلت ل 9% من اجمالي انتاج منطقة الشرق الاوسط اللي وصل انتاجها ل 57 مليون و 200 الف طن في سنة 2021. انتاج العالم بقى من الصلب وصل سنة 2021 لمليار و950 مليون طن، وطبعا الصين على قمة الدول المنتجة للحديد بإجمالي مليار و32 مليون و800 ألف طن، ويجي بعدها الهند في المركز الثاني بإجمالي انتاج 118 مليون طن، وبعدها اليابان في المركز الثالث بإجمالي 96 مليون و300 ألف طن، ويجي بعدها في المركز الرابع الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 86 مليون طن، وفي المركز الخامس بتيجي روسيا بإجمالي 76 مليون طن. اللي الناس ممكن ما تكونش تعرفوا ان مصر بتصدر الحديد والصلب بمنتجاته، وسنة 2021 زادت صادرات مصر لمليار و700 مليون دولار، زيادة ب 109% مقابل 800 مليون دولار سنة 2020، وبيجي على رأس الدول المستوردة للحديد المصري أسبانيا وإيطاليا وأمريكا والسعودية وكندا والبرازيل. السنين القليلة اللي فاتت المستثمرين ضخوا فلوس كتير في البلد في مجال صناعة الحديد والصلب بقيمة 170 مليار جنيه اتوجهت في الاستثمار على المصانع المتكاملة والنصف متكاملة والمصانع الضرفلة، وده كان ثقة من المستثمرين في الوضع السياسي والاقتصادي للبلد وأداء الحكومة المصرية وسياستها اللي عظمت من قدرات البلد وإمكانياتها في مجال صناعة الحديد والصلب، وده من خلال حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المصنعين، وده ظهر في تشريفه لينا بمعرض الصناعة الأول وكلامه مع رجل الأعمال مجاهد نصار أحد المؤسسين لمجموعة نصار جروب، وأكد سيادته على الاستفادة من المنتجات المحلية لنصار جروب في مشروعات الدولة، وده طبعا بجانب دعم الدولة لصناعة الصلب واللي منها دعم وتوفير الطاقة بأنواعها اللي بتقدمه الدولة للمصانع واللي بدوره بيقلل التكلفة الإنتاجية. الحمد لله هنا أكبر مصنع في الشرق الأوسط بدعم صنوف صلب 8 و8 و10 و9، فأنا من الذي بنخطط إن شركات القطاع العام والشركات الكبرى خلاص المستوردين يا ريس دلوقتي كانوا بيلاقونا جامد جدا ما شاء الله. الفترة اللي فاتت دي شمينا نفسنا والحمد لله المنتج انتشر جدا في مصر. ده كامل تحت أمرك فندم، يعني المواصفات بتاعت الحاجات دي المسامير والصواميل في المشروعات اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها منتجنا. حاضر مصدق هتحقق المعايير كلها يا فندم، هناخدها طالما مصر هناخدها. كمان الدولة حطت رسوم حماية على بعض أصناف الحديد المستورد، وده طبعا بجانب تنفيذ برامج دعم الصادرات،
وتنظيم عملية الاستيراد بشكل عام لتعظيم المنتج المحلي، وده وتشجع مصنعين كتير على زيادة الطاقة الانتاجية لمصانعهم والتصدير، ونقدر خلال الفترة اللي جاية بالوصول إلى الحد الأقصى للطاقة الانتاجية وتغطية احتياج السوق المحلي وفتح أسواق خارجية جديدة. وبكده تبقى انتهت حلقتنا النهاردة. تابعونا وتابعوني على كل صفحات السوشيال ميديا عشان تعرفوا كل يوم معلومة جديدة عن الصناعة في مصر. كان معاكم ريان فتحي اللو، سلام عليكم.